لن يفتح اسم هذا المحل أبداً شهيتك لتناول وجبتك فيها، إنما الفضول وحده هو ما سيدفعك لحجز طاولة في مطعم يحمل اسم الديكتاتور. اسم غريب بل وصادم بالنسبة للبعض، تعمد سيف الله إطلاقه على مطعمه ونجح من خلاله في البروز واكتساب شهرة واسعة، إلا أن هذه الشهرة جاءت مصحوبة بمشاكل لم تكن في الحسبان مع السلطات البلدية، بلغت حد التهديد بالغلق في حال ما لم يتم تغيير اسم المحل. يقول لي باسم شكون؟ نقول له باسم ديكتاتور. يهز راسه ديريكت يقول لي ديكتاتور شنو؟ نقول له ايه عتبي علاش ليه؟ من الاول فهمتي تصدم، من بعد كي نحكيه يولي يضحك خاطر يعرف اللي ماهيش وراها حاجه خايبه، فهمت؟ ماهيش ما عندكش علاش. ولا بالاسف صار هكاك مع الـ مع الـ مع الـ مع السلطات، فهمت؟ وخلافا لما قد يوحي به اسم الديكتاتور، يطغى الجانب الهزلي والتهكمي على ديكور المطعم، وذلك من خلال توظيف صور كاريكاتوريه تصور ممثلين ورؤساء وزعماء انظمه استبداديه بطريقه ساخره، استثنى منهم سيف الله الحكام العرب تجنبا للمضايقات التي قد تزعج زبائن المطعم. اسم ديكتاتور جلبني باش نجي نشوف المطعم ونشوف لو كونسيبت. لو كونسيبت حلو برشا خاطر يتفه كلمة الديكتاتور وعطاها وجهة طريفة. معناتها كي تجي تشوف لي بوستير نتاع لي ديكتاتور الكل، الديكتاتورين الكل في العالم، وتصويرة اون بلوس تشارلي تشابلن في فيلم الديكتاتور، تفهم اللي هو فني فما تتفيه نتاع كلمة الديكتاتور. أنا تصاور صحاح وحقيقيين باش يقولوا لي تحب الديكتاتوريين، على ذاك حتى لهم تصاور نتاعهم. أنا اليوم عملت بالعاني حطيت الكاريكاتور نتاعهم، فهمت؟ باش علاش؟ مانيش حاجة نحبها. أنا نضحك عليهم، هو مش بنضحك عليهم، كما نقولك في وجوههم خاف منهم. يجوا يعملوا برشا حاجات. أغلب زبائن المطعم جلبهم الفضول لاكتشاف هذا المحل الفريد من نوعه للوهلة الأولى، ليأسرهم فيما بعد المذاق المميز للأطباق التي يقدمها. أطباق لم تخلو أيضا من الغرابة باعتبارها تحمل تسميات ثورية مثل انقلاب أو معارضة، كذلك ضمت أسماء الأكلات المفضلة لزعماء سياسيين تم نعتهم بالديكتاتوريين. برشا عبيد تضحك، أنا نعطيك الأغلبية أنت العبيد تضحك ويقعدوا يقراوا، فهمتني؟ في المنيو كامل هما يضحكوا، فهمت؟ عن هذا هو أكثر حاجة قاعدة تصير. ثاني حاجة شنو تنجم تصير؟ نلقاها برشا مرات زادة في عائلات، نلقى أبوه مثلا هو ولده نلقى في قاعد يحكي له، يقول له اسمع ريتو هذيك يعني تعني كذا وكذا، وهذيك راهو الرئيس الفلاني راهو شد في البلاد المعينة هذيك وعمل كذا ويحكي، ومعناتها وتقول علينا في حسن تاع تاريخ، فهمت؟ يبدو أن الجدل والمضايقات التي صاحبت تسمية الديكتاتور ساهمت بشكل كبير في إكساب هذا المطعم شهرة جعلته ينعت من قبل بعض رواده بديكتاتور الطهي. يبدو أن تسمية الديكتاتور لم تنل استحسان البعض وقوبلت بالاستنكار والانتقاد خاصة من جانب السلطات، إلا أن التسمية ذاتها وما رافقها من جدل قد ساعدت سيف في المقابل على التعريف بمطعمه الذي ذاع صيته سريعا وبات وجهة مفضلة للكثيرين. منيا غرياني لبرنامج اليوم على الحرة، تونس.